ولو تسألنا يومئذ عن النعيم شايفين هذا الشجرة أخواني هذه بيت لهذا العدد الكبير من العوائل والأطفال شايفين النعيم اللي نحن فيه ايضا حتى اكل ما في عدم ياكلون لوبيا لوبيا نبات هذه الشجره نبات حتى وهو مطبوخ ما يتاكل فما بالكم اذا كان ني والله نحن بنعيم ما يعلم الا الله عز وجل هؤلاء اخوتنا وهؤلاء اخواتنا وابنائنا وبناتنا من السودان الحبيب والله اهل السودان شعب طيب ما يستحق الا كل خير لكن اسال الله انه يكون امتحان وليس ابتلاء لهم من الله عز وجل حتى يعلم الله مدى صدقهم وحتى يدخلهم الجنه باذن الله بلا حساب ولا سابق عذاب لان اهلنا بالسودان من اطيب الشعوب من احن الشعوب انا والله عاشرتهم بلبنان عاشرت شعب سوداني ولا في اطيب منه اسال الله انه يتوب علينا وعليهم واسال الله انه يغنينا ويغنيهم من فضله اللهم امين.